يعني انا بقول لك ما حدش قرب لك وما حدش هيقرب لك. ده انتوا مش بس ابوك، انت اصغر من ولادي كلهم مثلا، يعني زي احفادي. طب يبقى ينفع انت في المنظر ده وانتوا ولاد ناس وبعدين سنكم كمان ما عندوش الخبره اللازمه؟ انا بقول لك قضيتك هتتنظر يوم 26، لما تتنظر القضيه وتاخد حكم لا يستطيع اي بني ادم انه ما ينفذش الحكم بتاع حضرتك. ما خدتش استأنف الكلام ده، ماشي؟ انا برجوكم انتوا ولادي جدا، او مش ولادي حتى، يعني انا مش عارف اقول ولادي انكم صغيرين قوي، انما قطع الطرق وبعدين ما استشبيك الايدين مع بعض وبعدين اطلع واقول لا، او هنجيب مش عارف ايه الارض وانا همسح بمين الارض ومش عارف يسقط كل ايه، اظن ده شيء لا حضاري ولا بعد اذنك، ده لا في صالحك ولا في صالح البلد. وبعدين هقول لكم على حاجه، محدش يقدر يقف قدامكم، انتوا البلد.